نشاط وحركية لم يسبق لها مثيل، فالحدث جد هام بالنسبة لهؤلاء. فسوق مصر للسيارات بمستغانم فتح من جديد أبوابه بعد قرابة سنة من الغلق بسبب جائحة كورونا. هيا دروك الناس هذا الخط الأولى ما تحسيش روحها لا للبايع لا للشاري. السوق خطرته الأولى راه تعمر، الوطا كاينين بس على البيع ما كاش. مئات المواطنين توافدوا منذ الساعات الأولى لفتحه قديمهم بهدف اقتناء سيارة، لكنهم تفاجأوا بالارتفاع الرهيب لأسعارها. الوقت بدأ يتبدل مع زادو هذيك تاع غادي يحلوا وغادي يطلقوا ماتريال كاع غاشي ولا تهوت في الأسعار وتبيع. غالية الحية والله، القليل ما يشري، القليل ما يشريش، يشري مور الشكارة اللي عنده شكارة يشري اللي ما عنده شكارة كاع. أسباب كثيرة وإن اختلفت، لكن معظم الزبائن اتفقوا على أن منع الاستيراد وتحكم بعض الأطراف فيه كان وراء هذا الارتفاع الجنوني. ماريتي تالي هذاك الوقت تساومه قال لي 67 مليون. 67 مليون أنا تيك نشري هذاك نشري ماريتي 67 مليون 207 167 بزاف السوق راه طالع بزاف أخويا، ما ديرش هدر تاع الناس، روح شوف دور وشوف خويا، من الدور شوف يقولوا لك شحال السومة. الناس تاع برا هي اللي مطلعه السوق واللي ميزورهم بالعين بزاف السومه طلعت خويا. انا باغي نشري لوطو داك والله ما تقدر نشري 167 بزاف، انا نشري لوطو 167 مليون. اكتظاظ لم يسبق له مثيل، مشاهد وان دلت على شيء انما تدل على اهميه اقتناء السياره بالنسبه للكثير منهم، حقيقه اصبحت بمثابه حلم صعب تحقيقه في ظل استمرار الضبابية في ملف استيرادها أو تصنيعها بالجزائر.